غابة عين جنان بزيامة منصورية في ولاية جيجة الفضاء سياحي في غاية الجمال والتميز. لوحة تشكيلية طبيعية توضعت عليها أشجار كثيفة وفيرة الظلال ونباتات خضراء في كل مكان، إلى جانب فصائل نادرة من القردة تلجأ إليها العائلة يوميا بحثا عن الراحة والهدوء والهواء العليل. أول مرة نشوف هذه الغابة، هذه تما مكان تجمع العائلات يرتاحوا ويتغداوا ويأخذوا قسم من الراحة. فضاء جميل يعني جدا، والهدوء والفامي يتغداو هنا، والجو هايل عائلي، والراحة والأمان وكل شيء، يعني حاجة شابة بزاف. أول مرة نكتشفه المكان، ما شاء الله عليه، الهدوء الراحة طبيعة ما شاء الله. اخضرار، غابة مظلة، غابة يجيوها سياح بزاف، فيها حيوانات كما القرودة. أنا ناكل في الوجبة تاعي، والقرد يدور بجنبي. تقدر تريح هنا في الطبيعة، تناول وجبة مع العائلة في كل وقت، صباح القائلة العشية. تحب تروح للبحر تروح للبحر، غير بحذال هنايا. غابة عين جنان تطل على البحر في تزوج ما بين خضرة الطبيعة وزرقة البحر المتناغم الأمواج الذي يزيده الزبد بين مد وجسر جمالا، لكن تأبى يد بعض البشر إلا أن تغير من واجهة اللوحة بالرمي العشوائي للنفايات، وهو ما جعل أبناء جيجل وضيوفها يناشدون الجهات المعنية التدخل لإعطاء هذا الكنز الطبيعي حقه من الاهتمام. وشي هو حاجة برك، يعني نتمنوا من السلطات يعني من حافظوا على النظافة، ونتمنوا كذلك من المواطنين، لأن المواطنين يجي يرتاح ومن بعد يخلي الأوساخ هنا هكا تراكم، يعني ماهيش منظر ماهوش ما واش لايق. المفروض بعد ما تخلص تلم لابوبيل تاعك راهم دايرين وين يحطوا لي بوبيل. للاسف الناس هاك تشوف ياكل يخلي لي الساشي تاعو ويخرج. هذه الظاهره السلبيه اللي رمي النفايات في كل مكان، يسمى يجيو هنا يريحوا ومن بعد ابري ياكلوا ويروحوا، يخلي الزبل تاعهم حاشاكم في بلاصه. هذه نقطه سلبيه ما لازمش تكون للنهوض بالسياحه تاع بلادنا. وتظل الغابة رئة لتلطيف الجو وملجأ للمصطفين لاستنشاق هوائها واستكشاف خبايا عروس الساحل الجزائري.